بقيه المستجدات بقى خلونا نتعرف عليها من زميلتنا العزيزه هانا ابو القاسم اللي هتعرفنا على اخر الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه المختلفه واخباره المختلفه. هي موجوده حاليا في فرع النادي الاهلي بالجزيره. يا صباح الفل عليك يا هانا، اتفضلي احنا سامعينك. يا صباح الخير عليكم وعلى كل مشاهدي قناه الاهلي في كل مكان. يوم جديد وعشرة الصبح في الاهلي، وزي ما عودناكم دايما هننقل لكم كل الاخبار المتعلقه بالنادي الاهلي وفرقه الرياضيه المختلفه. خلونا في البدايه نبدا بالفريق الاول لكره القدم. الفريق الاول بيتاهل لنصف نهائي بطوله كاس مصر بعد فوزه على المقاولون العرب، وان شاء الله بقى في نصف النهائي هيواجه سموحه، يعني بنتمنى لهم كل التوفيق. خلوني بقى اقول لكم يا كريم ويا نهاوند ان مستر مارسيل كولر والجهاز الفني للفريق الاول لكره القدم قرر ان هم يوصلوا التدريبات مباشره. النهارده كان عندهم تدريب الساعه 10 الصبح ولسه مستمر حتى الان استعدادا بقى للمرحله القادمه. طبعا عارفين انه هيكون في ضغط مباريات، واول مباراه بقى هيكون عوده الدوري مره اخرى، هيكون يوم الجمعه القادم امام فريق طلائع الجيش. بنتمنى طبعا لرجال كره القدم كل التوفيق ان شاء الله بقى يحصدوا مزيد من البطولات. واستكمالا الحديث عن كره القدم خلونا نروح لناشئين 2001 اللي قدروا يحققوا فوز على فريق الاسماعيلي بنتيجة 3-0. ده كان ضمن منافسات الجولة الثامنة من بطولة الجمهورية. حقيقة هم عملوا مباراة كبيرة جدا، يعني بالرغم طبعا من الإسماعيلي خصم قوي، لكن شباب النادي الأهلي كانوا مسيطرين على كل المباراة منذ بدايتها حتى نهايتها، وقدر يحرز أهداف النادي الأهلي اللاعب عبد الرحمن أشرف، اللاعب شادي رضوان، واللاعب علي نادر، وبكده طبعا يكونوا بيضيفوا 3 نقاط جداد متصدرين جدول الترتيب. طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق وإن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء. خلونا بقى دلوقتي ننتقل لأخبار الألعاب الأخرى ونبدأ بكرة الطايرة. سيدات كرة الطايرة فتيات الذهب النهاردة إن شاء الله هيكون عندهم مباراة أمام فريق هليوبلس. المباراة هتكون هنا بمقر النادي الأهلي بالجزيرة على صالة الشهداء الساعة 6 مساء. يعني طبعا فتيات الذهب الحقيقة محققين جميع انتصارات في جميع المباريات، 5 مباريات ب5 انتصارات. إن شاء الله بقى يستمروا بنفس الأداء والنهاردة كمان يفوزوا على فريق هليوبلس. ننتقل بقى لرجال كرة الطايرة. غدا اولى مباريات المرحله الثانيه من الدور التمهيدي لبطوله الدوري. مباراه هتكون امام فريق بنها. خليني بقى اذكر حضراتكم ان فريق الماسترز رجال كره الطايره في المرحله الاولى امام بنها قدر يفوز بنتيجه 3-0، وطبعا كانوا عاملين مباراه كبيره، يعني قدروا ينهوا الشوط الاول بنتيجه 25-18، الشوط الثاني بنتيجه 25-7، والشوط الثالث والاخير بنتيجه 25-10 عشان بقى يفوزوا بنتيجه 3-0. ان شاء الله كمان غدا يعملوا مباراه كبيره زي ما عودونا دايما. خلونا بقى دلوقتي ننتقل للعبة كرة اليد. ورجال كرة اليد ايضا حقيقة محققين سلسلة من الانتصارات في بطولة الدوري، يعني محققين حتى الان 8 انتصارات متتالية. مباراتهم القادمة هتكون امام فريق الزمالك، هتكون يوم 5 ديسمبر. طبعا هما بيستعدوا لها بشكل قوي جدا، يعني مباريات الزمالك طبعا بيكون ليها طابع خاص، كل الفرق الرياضية بتستعد لها بشكل قوي لانه اكيد هو منافس النادي الاهلي، لكن عندنا ثقة كبيرة جدا في رجال النادي الاهلي ان شاء الله بقى يقدروا يحسموا المباراه لصالحهم. اما عن سيدات كره اليد فايضا بيستعدوا جيدا للمباراه القادمه. المباراه القادمه هتكون امام فريق هليوبلس يوم الجمعه القادم. حتى الان برضو ماشيين بخطى ثابته في بطوله الدوري، عاملين مباريات كبيره ونتائج ايجابيه. اخر مباراه كانت امام فريق البنك الاهلي وقدروا يحسموها لصالحهم بنتيجه 39-20. اتمنى لهم طبعا كل التوفيق. اخيرا بقى يا كريم يا نهاوند خلونا ننتقل للعبه كره السلة. ورجال كرة السلة عندهم راحة سلبية من التدريبات، وطبعا ده بعد الفوز بدوري المرتبط. وخلوني بقى استغل الفرصة طبعا وأبارك لرجال كرة السلة وكل جمهور النادي الأهلي بتتويجنا ببطولة دوري المرتبط، يعني عملوا بطولة كبيرة جدا. الحقيقة ان هو ده النادي الأهلي دايما بينافس على جميع البطولات. مستر أوجاستي باشا المدير الفني للفريق كان غادر لأسبانيا للاطمئنان على أسرته، هيعود القاهرة مرة تانية إن شاء الله يوم الأربع، ويواصلوا بقى أو يستأنفوا التدريبات يوم الخميس استعدادا للبطولات القادمه. يعني هم عندهم هدف واحد وهو المنافسه على جميع البطولات المتبقيه هذا الموسم، سواء بطوله كاس مصر، بطوله دوري السوبر، او البطوله الافريقيه. واول منافسه ليهم بقى بعد العوده هتكون يوم 12/12، هتكون بدايه دوري السوبر. يعني طبعا بنتمنى لهم كل التوفيق. يعني انا هوندو يا كريم دي كانت ابرز اخبارنا في فقره اخبار النادي النهارده. معاكم طبعا لو عندكم اي استفسارات، والان العوده ليكم مره اخرى في الاستوديو. شكرا جزيلا ليك زميلتنا العزيزة هانا أبو القاسم على هذه التغطية المتميزة كالعادة.